لا يزال هدف كريستيانو رونالدو في مرمى يوفنتوس الإيطالي حديث الوسط الرياضي. الهدف الأسطوري لأفضل لاعب في العالم لم ينل فقط إعجاب وتصفيق عشاقه ومحبيه في أنحاء العالم، فحتى جمهور اليوفي وقف وصفق رغم مرارة الهزيمة. وفي هذا المقطع نستعرض معكم أشهر 10 حالات صفق فيها جمهور صاحب الأرض لأحد لاعب المنافس. لوري كانينغهام. الجناح الإنجليزي كان أول وآخر لاعب من ريال مدريد ينال تصفيقا حارا من مشجع الغريم برشلونة على ملعب الكامب نو. ورغم عدم إحرازه أهدافا في المباراة إلا أنه كان بمثابة الكابوس لدفاع البلاوغرانا. دييغو مارادونا. كان مارادونا أول لاعب من نادي برشلونة تقوم جماهير ريال مدريد بتحيته في المدرجات، فقد استسلم جمهور سانتياغو برنابيو لسحر الأسطورة الأرجنتينية بعد أن تلاعب بمدافعي الميرينغي. رونالدو داليما. قدم الظاهرة رونالدو إحدى أجمل مبارياته طوال مسيرته خلال القمة التي جمعت فريقه ريال مدريد بمانشستر يونايتد الإنجليزي، وتلقى الظاهرة تصفيقا حارا من جمهور الأولد ترافورد بعدما سجل هاتريك في مرمى اليونايتد لحساب ربع نهائي دوري الأبطال. رونالدينيو. دخل رونالدينيو قائمة النجوم الذين صفق لهم الجمهور المنافس في تاريخ الكلاسيكو، وحدث ذلك في نوفمبر عام 2005 عندما تلاعب بدفاع ريال مدريد بأكمله مرتين ليسجل هدفين من أصل ثلاثية نظيفة في تلك المباراة. أليساندرو ديل بييرو. لعب أسطورة اليوفي أكثر من مرة على ملعب سانتياغو برنابيو، لكنه توهج عليه وهو في 35 من عمره عندما سجل هدفين ليقف جمهور البرنابيو من أجل تحيته. ليونيل ميسي. قدم ميسي نفسه في أول مواسمه تحت قيادة بيب غوارديولا، حيث سجل هاتريك في ملعب فيسينتي كالديرون ليقف جمهور الروخي بلانكوس مصفقا له. أندريس إنييستا. لم يجد جمهور إسبانيول حرجا من تحية النجم أندريس إنييستا، لا سيما بعد أن أهدى هدف التتويج بمونديال جنوب إفريقيا لصديقه الراحل وقائد إسبانيولا السابق داني ثاركي. تشافي هيرنانديز. قدم الجمهور الباسكي تحية كبيرة لقائد برشلونة في آخر موسم له قبل الرحيل إلى الدوري القطري. فرانك لامبارد. رغم صدمة رحيل القائد فرانك لامبارد إلى الغريم مانشستر سيتي، إلا أن جماهير تشيلسي أعدت استقبالا رائعا لهدافها التاريخي حين زار ملعب ستانفورد بريدج. تشابي ألونسو. عاد ألونسو إلى سانتياغو برنابيو ولكن بألوان بايرن ميونخ ليتلقى وابلا من التصفيق أثناء استبداله في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. في النهاية شاركونا في التعليقات لماذا لا نشاهد مثل هذه التصرفات في ملاعبنا العربية؟